احنا حاليا داخل بنك الجينات والاصول الوراثيه للاحياء المائيه التابع للمعهد القومي لعلوم البحار، واحب اعرف الساده المشاهدين ايه هو الاول بنك الجينات والاصول الوراثيه للاحياء المائيه. هو بنك لحفظ الاصل الوراثي لاي نوع من الاحياء المائيه ولا سيما ذات الاهميه الاقتصاديه الموجوده في مصر. طيب يعني ايه الاصل الوراثي؟ يعني الخلايا المكونه للكائن الحي او اي كائن مائي اللي هي زي الحيوانات المنويه والامشاج. عشان ابسطها على الساده المشاهدين، هو بنك لحفظ الامشاج سواء الحيوانات المنويه او البويضات لعشرات او مئات السنين للانواع المائيه اللي هي ذات الاهميه الاقتصاديه زي اسماك البلطي عندنا وزي بعض الشعاب المرجانيه وحاجات كتيره جدا لها أهمية لنا سواء من الناحية الغذائية أو من الناحية السياحية. طيب احنا مقارنة حقيقة أو مضاهاة ببنك البذور في وزارة الزراعة، أصل النبات هو البذور، ففي عندنا بنك البذور في وزارة الزراعة، عندنا بنك برضو أمشاج للحيوانات العليا في وزارة الزراعة، لكن ما كانش خالص في مصر بنك يحافظ على الأصل الوراثي للأحياء المائية. وعشان كده احنا بدأنا ان احنا ننشئ هذا البنك من سنة 2017، وخدنا بيه قرار موافقة المجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار لإنشاء هذا البنك. طب دور هذا البنك ايه؟ الحقيقة احنا في ظل التغيرات المناخية والعوامل البشرية عندنا أنواع كتيرة جدا من الأحياء المائية تكاد تكون انقرضت من البيئة المائية المصرية، وإن الأساليب اللي احنا بنتبعها حاليا من حماية للأحياء المائية اللي موجودة أو القاطنة في البيئة المصرية زي إن أنا أعمل محمية طبيعية، لو أنا عملت محمية طبيعية التغيرات المناخية أقوى مني، فممكن تيجي أي تغير مناخي زي ارتفاع في درجة الحرارة أو تلوث يقضي على هذا النوع. وبالتالي أصبحنا في حاجة أن يكون عندنا بنك حيوي هنا أنه هو يحافظ على الأصل بتاع النوع لسنوات طويلة جدا، وأقدر أعمل له إعادة معيشة لهذا النوع تاني بأن أنا بستخدم عملية إخصاب صناعي ما بين الحيوانات المنوية والبويضات ويطلع لي الكائن مرة تانية. والحقيقة البنوك الحيوية أصبحت هي الوسيلة الوحيدة حاليا والعالم كله بيتجه ليها كالوسيلة للمحافظة على النوع. الحقيقة احنا بدأنا هذا البنك بمشروع الحقيقة ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن هذا المنطلق ان انا بحب اوجه شكري وامتناني لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ان هي بدأت اول خطوات انشاء بنك للمحافظة على الاصول الوراثية. طبعا شكري وتقديري برضو للمعهد القومي لعلوم البحار معالي رئيس المعهد الاستاذ الدكتور عمرو زكريا اللي هو انشا او حط البذره بتاعه انشاء هذا البنك. طيب احنا بدانا الخطوات الاولى في حفظ الانواع بالانواع ذات الاهميه الاقتصاديه زي اسماك البلطي النيلي اللي هو القاطن في بحيره ناصر. أسماك البلطي النيلي القاطنة في بحيرة ناصر بتعتبر من أهم وأفضل أنواع أسماك البلطي الموجودة على مستوى العالم، وأنا مش هستنى لما النوع ده ينقرض، فلازم الأول الأنواع دي معرضة لتغيرات مناخية، معرضة لظروف جيوسياسية بالنسبة لسد النهضة أو لبحيرة ناصر، فأنا دلوقتي جبت هذه الأنواع واللي هتشوفوها حضراتكم حالياً موجودة عندي في المعمل، جبنا أمهات من بحيرة ناصر وبنبدأ نخرج منها الحيوانات المنوية والبويضات وبنستخدم تقنيات عالية الحقيقة متوفرة هتشوفوها حضراتكم حاليا في بنك الجينات، بحيث ان انا اقدر احافظ على النوع ده لفترات طويلة جدا واقدر اخرجه في اي وقت. كمان من احد اهداف البنك اللي هو برامج التحسين الوراثي. يعني ايه برامج التحسين الوراثي؟ في مصر في برامج تحسين وراثي كتيرة جدا في البذور او في النباتات، بحيث ان هي تنتج لي نباتات مقاومة لندرة المية، نباتات مقاومة للملوحة، لكن لحد الوقت في مصر مفيش برامج للتحسين الوراثي. عشان ابدأ برامج للتحسين الوراثي الاحياء المائية لازم يكون عندي بنك
هذا البنك بيحتوي على الخلايا البادئة اللي أنا قلت عليها اللي هي الحيوانات المنوية والأمشاج اللي أنا ببدأ أحسنها وراثيا لإنتاج سلالات تقاوم التغيرات المناخية. مثال على ذلك عندنا البلطي النيلي اللي هو القاتم في بحيرة ناصر موجود في المياه العذبة، لكن احنا عندنا دلوقتي داخلين على حسن استغلال وترشيد للمياه العذبة، يبقى انا محتاج ان انا انتج سلالة من البلطي النيلي اللي هو القاتم في بحيرة ناصر تعيش في مياه مالحة. ما اقدرش اعمل كده الا اذا كان عندي بنك الاول من الحيوانات المنوية والامشاج اللي انا اقدر اشتغل عليها برامج التحسين الوراثي في مصر. من احد اهداف البنك برضو ان احنا بنقدم جميع خدمات التحليلات الوراثية لأي كائن مائي على مستوى مصر كلها، وده مركز الخدمات الوحيد اللي موجود على مستوى مصر كلها دلوقتي بيقدم خدمات لتحديد النوع. ساعات كتيرة جدا بنحدد النوع عن طريق الشكل، لا دلوقتي بقى تحديد النوع عن طريق البصمة الوراثية. فالمعمل أو الوحدة عندنا هنا فيها جميع التحاليل اللي بتحدد البصمة الوراثية لأي كائن مائي عايش عندي هنا قاتم في البيئة المصرية، وبالتالي بقدر أتتبع هذا الكائن التنوع بتاعه، هل هو قل، هل هو زاد، هل هو حصل له تغيير للطفرات أو حصل له طفرات معينة نتيجة التغيرات المناخية، فبقدر إن أنا أتابعه وأنتج أطلس تعريفي لكل الكائنات المائية القاطنة في البيئة المائية المصرية، وبقدم هذا الأطلس لصناع القرار زي جهاز شؤون البيئة أو جهات التنفيذية اللي هي بتتتبع ظهور واختفاء الأنواع المائية القاطنة في البيئة المائية المصرية. الحقيقة إن احنا عندنا مصر بتعتبر يمكن ثالث دولة في العالم في إنتاج أسماك البلطي بعد الصين والفلبين. علشان أحافظ على هذه الاستدامة في ظل وجود المياه العذبة أو ندرة في المياه العذبة، هنا بيجي دور البنك إن هو بيطور في سلالات بحيث من أسماك المياه العذبة، لأن معظم الشعب المصري بيحب يأكل سمك بلطي، وأرخص أنواع الأسماك اللي موجودة في مصر هي سمك البلطي، وأكبر إنتاج بتنتجه مصر من الأسماك هو سمك البلطي. ولكن علشان أنا أحافظ على استدامة هذه الأنواع من الأسماك في ظل ندرة المياه العذبة، هنا بيجي دور البنك في تخليق سلالات. هذه السلالات تتواكب مع استراتيجية الدولة في الاستزراع المائي، وهو التحول من الاستزراع المائي أو في المياه العذبة للاستزراع المائي في المياه المالحة، وده جانب دور كبير جدا بيقوم به البنك. كذلك البنك برضو بيقوم بدور كبير جدا في إيجاد موارد مائية مهملة أو استغلال الموارد المائية المهملة في تصنيع الأعلاف، اللي هي إحنا الحقيقة مكونات الأعلاف، معظم مكونات الأعلاف عندنا بتيجي من برا. البنك حاليا بيدرس بعض المكونات الموجودة في البيئة المائية سواء من كائنات مهملة، سواء من أعشاب بحرية أو من طحالب أو من مخلفات كمان مصانع الغذاء، بأن أنا بدرس هذه المكونات من الناحية الوراثية، وبحاول أن أنا أطلع منها منتج حيوي أدخله مكان المنتج اللي بيجي لي من بره. وده برضو أحد الأدوار اللي بيقوم بيها بنك الجينات. بنك الجينات مش مولود من اللحظة دي، احنا بدأنا بنك الجينات من يوم ما أنا حضرت من اليابان بعد أن قضيت 20 سنة في اليابان في دراسة المحتوى الوراثي للأحياء المائية. احنا بدأنا فيه من سنة 2012، واحنا مسجلين لحد هذا الوقت ما يقرب من 2000 بصمة وراثية للأحياء المائية القاطنة في البيئة المائية المصرية. وهذا البنك حاليا أو بنك البصمات الوراثية مسجل على البنك الدولي للبصمات الوراثية والجينات. السادة المشاهدين لو حبوا يطلعوا عليه مجرد ان هو بيكتب genebank.com فبيظهر له هذا الجين بانك، بيكتب المعهد القومي لعلوم البحار بيطلع له كل تسجيلات البصمات الوراثية اللي موجودة في البيئة المائية المصرية.
البنك برضو بيتطلع للشراكة مع الدول الأفريقية، لأن ما فيش في الدول الأفريقية لحد هذا الوقت بنك للمحافظة على الأصول الوراثية للأحياء المائية القاطنة في البيئة المائية الأفريقية، ولا سيما وادي النيل، ولا سيما عندنا دول وادي النيل. احنا لحد دلوقتي ما فيش عندنا أي شركة أو أي مؤسسة علمية أو حكومية منوطة بالمحافظة على الأصول الوراثية للأحياء المائية في دول حوض النيل. فإحنا بنتطلع لمشاركة دول حوض النيل في المحافظة على الأصول الوراثية للأسماك القاطنة في نهر النيل، مش أسماك وبس، التماسيح وبعض الكائنات اللي هي موجودة في وادي اللي هي موجودة في البحيرات. وبالتالي فالبنك الحقيقة طموحاته كبيرة جدا، لكن احنا قلنا نبتدي الأول بالكائنات المائية القاطنة في البيئة المائية المصرية، وبعد كده نتوسع للشراكة مع الدول الأفريقية. هنا بنقوم فيه أو تخصصه الرئيسي بحفظ الجاميتس أو الأمشاج قبل وبعد، يعني وعمل التحاليل اللازمة عليها قبل وبعد الحفظ. التخصص الرئيسي او الوحده الرئيسيه هنا اللي هي بنك الجينات، وحضراتكم هتاخدوا فكره عنها. هنلاقي ان البنك ده عباره عن زي وحده كبيره او ثلاجه كبيره بنحفظ فيها الماده الوراثيه اللي هي الدي ان ايه، وبيتم عمل حفظ الماده الوراثيه سواء من أسماك، من نباتات مائية، من لا فقاريات زي مثلا الجمبري، زي مثلا الكابوريا. وطبعا احنا الوحدة الرئيسية اللي بنحفظ الغرض منها ان هي تحفظ المادة الوراثية لفترات طويلة او مدى العمر، سواء بقى المادة الوراثية دي محفوظة في صورة الدي ان ايه أو في صورة الكائن نفسه، وهتستخدم فيها مواد أخرى للحفظ. بيتم طبعا عزل المادة الوراثية أو الدي ان ايه تحت ظروف معينة من البرودة، وبيتم ومحاليل معينة وبكيتس معينة بنشتريها وبنستخدمها. من اول ما بتجيلنا السمكه او الكائن الاول بيتم تصنيفها او تعريفها عن طريق الطول او مورفولوجي او الشكل الظاهري والخارجي. بعد كده بنبدا ناخد منها قطعه صغيره من الدي ان ايه، او لو احنا هناخد منها الامشاج سواء السبرم اللي هو الحيوان المنوي او الايجز اللي هو البويضات، وبعد كده بنقوم عليها بعملية الدي ان ايه اكستراكشن او عزل الدي ان ايه. بنقوم بعمل طريقة عزل الدي ان ايه، بنستخدم له العديد من الاجهزة زي جهاز السنتريفيوج، زي جهاز وهو لازم يستخدم، بنستخدم فيه كولينج سنتريفيوج، والكولينج سنتريفيوج بيكون فيه درجة حرارة عند 4 درجة مئوية علشان تتم عملية عزل الدي ان ايه بنجاح. وكمان بنستخدم فيها جهاز الووتر باس علشان بيتم فيها برضو عمل عزل الدي ان ايه باستخدام كيتس معينة، وكمان بنحط لها البروتينيز كي، وكل ده بيتم عند 56 درجة مئوية. بعد مرحلة عزل الدي ان ايه سواء من الجاميت سواء من الأجزاء السمكة نفسها زي المصل اللي هي أو المصل أو الفلاش أو من الديل، بنروح عاملين بعد كده نتأكد من حيوية الدي ان ايه ده أو الكواليتي بتاعته عن طريق جهاز النانو دروب، والنانو دروب ده بيقيس لنا الكواليتي بتاعت الدي ان ايه، وبنقيسه بالجهاز ده. الجهاز ده متخصص لقياس الدي ان ايه باقل وحده اللي هي النانو جرام. يعني ماسكه انا شغل الوراثه والهندسه الوراثيه في مشروع حفظ الاصول الوراثيه للاسماك البلطي،
ببتدي ان احنا نازل الاسماك من العينات اللي هي الكنترول الفريش اللي هي الطبيعيه، وبعد كده ان احنا نبدا ان احنا نحفظ ناخد الاصول الوراثيه بتاعتها الحيوانات المنويه ونحفظها في سوائل مختلفه، لا بنشوف نقدر ان احنا نشوف من خلالها ايه هي احسن المحاليل اللي نقدر ان احنا نستخدمها لحفظ الحيوانات المنويه لاطول فتره ممكن. بنقدر ان احنا نحفظها في بنك الجينات اللي عندنا هنا، ونبدا نعمل بقى تحاليل وراثيه عن طريق ان احنا ننزل الدي ان ايه والار ان ايه. من خلال الار ان ايه نقدر نعمل تحاليل البايو انفورماتكس اللي هي المعلوماتيه الحيويه للمعاملات المختلفه، من خلالها نقدر نشوف التغيرات الجينيه في لو حصل اي تغيير جيني مثلا هيأثر على الحيوانات المنويه بعد كده ولا لا، ومن خلالها نقدر ان احنا نشوف احسن محلول نقدر نستخدمه لحفظ الاصول الوراثيه لاطول فتره ممكنه تصل لعده سنين جايه. يعني احنا النهارده في معمل تحديد جوده امشاج اسماك البلطي النيلي من بحيره ناصر، والهدف ان انا بوصل لمرحله معينه من تحديد جودة السبرم سبرم كواليتي أو تحديد جودة الحيوانات المنوية، وخاصة إن هدف المشروع هو حفظ الأصول الوراثية، وبالتالي فأنا المهم عندي إن أنا أوصل لمرحلة معينة تكون فيها جودة الحيوانات المنوية في أعلى جودة ليها. ومن خلال جهاز الكاسا، جهاز الكاسا الكمبيوتر ايديت سبرم اناليسيس اللي هو بيحدد جودة الحيوان المنوي وخاصة مخصصة لأسماك البلطي النيلي، لان ممكن نستخدمه في كذا انيمالز لكن هو اوريدي متخصص كداتا لاسماك البلطي النيلي فقط. بنحدد العينه معانا سواء كانت عينه فيش زي ما اخذنا دلوقتي او عينه حفظناها في السائل النيتروجين، ليه؟ لان الهدف ان انا بعمل حفظ وتجميد للحيوان المنوي علشان اقدر استخدمه بعد كده. فباخد العينه معايا على جهاز الكاسا وببتدي اقدر فيها خصوبه الحيوان المنوي. بنقدر خصوبه الحيوان المنوي من اعداد الحيوانات المنويه المتقدمه في حركتها، يعني متقدمه بروجريسيف موتيليتي، فبنقول انها حركه تقدميه للحيوان المنوي، وبالتالي فبيبقى مؤشر معايا فيزيائي لان الحيوان المنوي ده جيد. تمام. في حيوانات منويه غير متحركه فبقول انها ايه، انها حيوانات منويه غير جيده وبستبعدها تماما عن حفظ الاصول الوراثيه او في عمليات الحفظ. تاني حاجه ممكن بقدر كمان حيويه الحيوان المنوي، هل الحيوان المنوي ده ميت او حي في خلال فتره الاستريبنج او فتره استحلاب الذكور لاستخراج الحيوانات المنويه او السائل المنوي. تاني حاجه بعمل اختبار المورفولوجي او شكل الحيوان المنوي، هل الحيوان المنوي ده طبيعي ام غير طبيعي، نورمال او ابنورمال في شكل الهيد، شكل الراس، شكل المنطقه الوسطيه للحيوان المنوي او شكل او طول التيل، فهل في حيوانات منويه طبيعيه ام شاذه، فبستبعد كل الشاذ معايا في عمليات حفظ الحيوانات المنويه معايا هنا في البروجكت. النقطه الثالثه كمان بنعمل دي ان اي فرجمنتيشن بعد مرحله ان انا بقدر المورفولوجي والحيويه والحركه للحيوان المنوي، بنقدر فيما بعد اللي هو الدي ان اي علشان اهم حاجه هو الاصل الوراثي للحيوان المنوي اللي بحتفظ بيه في المشروع معانا في حفظ الامشاج الوراثيه.